جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أنا أحب صيام الست من شوال وعشرة ذي الحجة، فمع أن ينتهي رمضان حتى أبدأ بصيام الست من شوال، وأؤجل القضاء أمام الستة الأيام حتى لا ينتهي شوال قبل أن أصوم الست. ثم إنني بعد هذا أفكر في أمر القضاء، هل يجوز أن يصوم الإنسان الست قبل أن يقضي ما عليه؟ جزاكم الله خيرا. الأولى والأحوط أن الإنسان يبدأ بالقضاء، إذا كان عليه قضاء من رمضان الأولى والأحوط له أن يبدأ به قبل صيام التطوع، قبل الست وغيرها من صيام التطوع، إبراء لذمته، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الست: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ظاهر الحديث أن الذي عليه قضاء لا يصوم الست من شوال حتى يقضي، ليصدق عليه أنه صام رمضان ليتبعه في الست من شوال. فعلى كل حال الاحتياط والأبرأ للذمة المبادرة بالقضاء قبل الست، والشهر واسع ولله الحمد، بإمكانها أن تؤدي القضاء الذي يكون عليها وأن تصوم الست بعد ذلك. نعم.